تحولت صورة السيلفي مع الوقت من صورة شخصية عادية إلى موضة وولع عند أغلب الناس، حتى صارت شيء أساسي في كل طلعة وكل لحظة. يعتبر 21 يونيو اليوم العالمي لصورة السيلفي، ويحتفى بها اليوم الأشخاص اللي مهووسين بالتصوير. فمن أول ما طلعت الجوالات الجديدة بكاميرات أمامية وبدأت هذه الهبة، خصوصاً أنك ما راح تحتاج لمساعدة أي شخص عشان تتصور بالشكل اللي تحبه. ونقدر نقول أن صورة السيلفي ما تعرف عمر ولا مكان، فصرنا نشوف الناس تستخدمها في كل مناسبة أو جمعة أو حتى في البيت، المهم بس توثق اللحظة.